هوصل للعشرة مليون في أسرع وقت. يا اسطى انت نسيت نفسك وتغيرت علينا. انت مين؟ انا شادي الكارتش. عملت فيها نضيف جدع. الله يرحم يا اسطى لما كنت بتصور على السطح. انا بقى راجع افكرك بشادي الكارتش. نسيت يا اسطى اللابتوب المعفن اللي كان عندك؟ لو يا اسطى الشاشة اللي وراك واللابتوب اللي عليه تفاحة ينسوك اصلا. يا اسطى بتتصورني في دبي يا اسطى وانت راكب عربية فراري. يا اسطى انت نسيت شهادة العربية الصيني اللي كنت بتقلبها من امك. وعمال اغنية بتقول لي فين الصحاب؟ فين الصحاب يا اسطى؟ اقول لك فين الصحاب وما تزعلش. يا قلب اخي انا اللي انت بقيت فيها دي انا اصلا بقيت ما بضحكش. ما بضحكش انا شادي الكارتش هو اللي بيضحك يا اسطى. يا اسطى ما تعمليش فيها نضيف يا اسطى. والله ما لاقي عليك. انت بتحور يا اسطى؟ انا طبعا على اصلي. انك انت راكب مرسيدس اسود في اسود بالتفاهه واجر بيت فيه بطيخه وحمام سباحه. امال لو اشتريت انا هتعمل ايه يالا؟ ومش مرسيدس بس، اوضتي كمان اسود في اسود بالتفاهه. فين شادي الكارتش بتاع زمان حبيبنا؟ ولسه هجيب لامبورجيني اسود في اسود، ولسه هجيب 4x4 اسود في اسود، ولسه هشتري فيلا اسود في اسود، ولسه كل حبايبي اسود في اسود يالا. لامبورجينك؟ انت صعبان عليا يا اسطى، انت اتغيرت يا اسطى عامل ايه فيها نضيف؟ الناس تحب الطبيعه، انا طبيعي، انت فيك يا اسطى؟ هتحب الفلوس. ايوه انت فين؟ يا فين كان على اصلا؟ وبعد 4 سنين بعمل فيديوهات عايز اقول لكم ان شادي بتاع زمان رجع تاني. انا عدت عليا الفترة اللي فاتت دي كمية حاجات كتير قوي خلتني اتغير كبني ادم، فانتوا شفتوني بشكل ممكن يكون ما عجبكوش في بعض الاوقات، زي مثلا شادي مش عارف بيتمنظر، شادي اتغير، شادي ما بقاش بيضحك زي الاول، في مليون حاجة طلعت، وانتوا كنت عندكم حق في كل ده. الانسان مع الوقت بيتغير، ومع الوقت بيعرف ان هو عنده غلطات، مفيش انسان ما بيغلطش. انا وقعت في غلطات كتير قوي وبعترف ان انا فعلا وقعت فيها، بس الحمد لله شفت نفسي من بره بعد ما قريت كتير، عديت بخبرات كتير، شفت نفسي من بره ولقيت ان انا غلط وكنت لازم اعمل الخطوه دي من زمان. فبالمناسبه ان انا وصلت دلوقتي ل 3 مليون مشترك بسبب جمهوريه شادي سرور. وجمهوريه شادي سرور دي اقصد بيها مش ان انا رئيس جمهوريه او ان انا بتعالى على حد، انا اقصد بيها الناس اللي كانت بتدعمني من ساعه ما بدات اعمل فيديوهات، فعملت لهم رمز اللي هو رمز الجمهوريه، زي مثلا مملكه شادي سرور، جيش شادي سرور، هو ده اللي انا اقصده بجمهوريه، ما اقصدش بيها ان انا اتعالى على اي حد، جمهوريه يعني الناس اللي كانت بتدعمني من اول ما بدات اعمل فيديوهات.